بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم في يعني خلينا نقول الدرس الأول الفعلي اللي راح نشرح فيه. راح نبدأ بإذن الله من شابتر 1، وراح نتعلم شغلات لطيفة عن البروبوزيشن وشغلات حلوة. في البداية هنا يقول لك إنه والله ترى عندك في بعض القواعد فهمناها، راح نفهم شنو يعني mathematical statement، وفي قواعد لازم نفهمها ونستوعبها عشان نكون جملة صحيحة. هنا يقول لك والله هو اللوجيك، خلينا نقول المنطق اللي هو أساس جميع الماثماتيكال ريزن. إذا حنا فهمنا الماثماتيكال أرجمنت راح نستوعب البروف، نقدر نثبت هل الكلام هذا صحيح ولا هذا مش صحيح. تمام، راح نخش بالتقييم إن شاء الله. هنا يقول لك ان في بعض القواعد اللي راح نمشي عليها راح تفرق بين الفاليد والانفاليد ماثيماتيكال ارجمنت. شنو يعني ارجمنت؟ راح نجيها بعدين. بسم الله، عندنا اول شيء راح ناخذه اللي هو البروبوزيشن. وش يعني بروبوزيشن؟ بروبوزيشن بشكل جدا 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 مختصر اللي هو اي فاكت قدامك، اي كذا جمله تشوفها هي فاكت هذه تعتبر بروبوزيشن. انتهينا. طبعا بغض النظر هل الفاكت هذا هي صحيحة ولا مش صحيحة، بغض النظر أهم شيء إنها تكون فاكت. تمام، يقول لك هنا that is either true or false but not both، يعني ما يصير والله الجملة هي true or false، لا، يعني أنها true يعني أنها false. بغض النظر هي إذا كانت شفت قدامك فاكت هذا يعتبر proposition. تمام، مثال مثلا يقول لك والله، بنرجع المثال هذا بعد شوي اللي هو يقول لك القمر مصنوع من الجبن. تمام، هذه فاكت معلومة، بس هل هي صحيحة؟ هي ما هي صحيحة لكنها فاكت، فتعتبر بروبوزيشن لكنها مش صحيحة. خلينا نسوي مثلا رسمة بسيطة هنا، فخلينا نكتب هنا بروبوزيشن. تمام، خلينا نقول بروبوزيشن يا إن راح يكون ترو، او خلينا نقول هل يعني ممكن يكون، خلينا نمسح، يا انه راح يكون فعلا بروبوزيشن بروبوزيشن او انه والله طويل العمر والسلامه مش بروبوزيشن. خلينا نكتب not a proposition. تمام، فعندنا هنا خيارين، خلينا نصغر هذا شوي. تمام، إذا كانت proposition يا يعني إنها راح تكون true أو إنها راح تكون false. تمام، فحنا لازم نفرق أول شيء شنو السؤال يبي. هل والله السؤال يبي نعرف هل هي proposition ولا هي مش proposition ويسكت، ولا السؤال يبي هل هي proposition ولا مش proposition، وإذا كانت proposition هل هي true ولا false. تمام، هل هي ترو او فولس؟ فلازم اول شيء نفرق ان شاء الله هذه. فالحين خلينا نبدا هنا، خلينا اسوي زوم شوي عشان تكون الصوره اوضح. تمام، هنا عندنا سؤال. شنو يقول لك السؤال؟ يقول لك the following declarative sentences are proposition. يقول لك الجمله هذه هي proposition. ليش هي proposition؟ يقول لك هنا واشنطن دي سي the capital of the United States of America. هذه فاكت، حلو، هذه فاكت فهي تعتبر بروبوزيشن. اوكي، واعتقد انها ترو، اعتقد واشنطن دي سي هي الكابيتال، فهي ترو. نروح على اللي بعد، يقول لك تورنتو از ذا كابيتال كندا، هذه بعد فاكت تعتبر ترو، واعتقد بعد الاجابه صحيحه، يعني المعلومه الفاكت هذه صحيحه. يقول لك ان 1 بلس 1 ايكوال 2 فاكت، هذه جميل، فهذه تعتبر بروبوزيشن تعتبر ترو. طيب اللي بعده يقول لك 2 بلس 2 ايكوال 3، هذه فاكت، فهذه تعتبر بروبوزيشن لكن هل هي ترو ولا فولس؟ هي تعتبر فولس، يعني 2 بلس 2 ايكوال 4 مش ايكوال 3، لكنها ستيل ترى هذه بروبوزيشن بغض النظر. يعني لو نلاحظ هنا القانون يقول لك sentence that declares a fact that either true or false، يعني بغض النظر هذه ترو ولا فولس بس انها بروبوزيشن. فهذه الاربعه كلهم بروبوزيشن. تمام، هنا عندك سؤال ثاني يقول لك what time is it، what time is it، هذه فاكت هذا مش فاكت، هذا سؤال او استعلام.
مش فاكت، فهذا مش برب مش بروبوزيشن. ممكن نكتب هنا، نكتب not a proposition. تمام، هنا يقول لك السؤال اللي بعده read this carefully، هذا بعد امر مش فاكت، ما اعطاني اي فاكت في المعلومه هذه، فبعد هنا هذه not a proposition. تمام، هنا يقول لك x plus 1 equal 2، ما في اي فاكت هنا، ما اعطاني فاكت، هذه غير معروف ال x، ما ادري وش قيمه x، فهذه بعد not a proposition. not a proposition. بعد السؤال اللي بعده هنا تلاحظون معطيني z، معطيني y، ومعطيني x، ما في اي شيء معلوم، ما في اي فاكت هنا، فهذه بعد not a proposition. not a proposition. ما في i هنا بعد، ما في i. تمام، ننزل تحت. فالحين اهم شيء ان فرقنا شنو الفرق بين proposition، شنو الفرق بين not a proposition. تمام، هنا قصة نتكلم على ارسطو، وقصة يعني ما يعني ما راح تأثر عندنا، يعني هو اللي يتكلم عن الشغلات هذه. تمام، هنا يقول لك معلومة ثانية، انه ترى البروبوزيشن ممكن نعرفها كفاريبل، ممكن تكون بي كيو ار اس. شو يعني بي كيو ار اس؟ ما لها معنى، بس نعرفها كفاريبل، يعني مثلا هذه اللي البروبوزيشنز اللي عندنا ممكن نخليها كفاريبلز، يعني هذه خليها مثلا ار. تمام، ما ادري ليش كذا انا مايل، ثواني، هذه مثلا نخليها r. حلو، فلما انا اقول r فانا اعني هذه، مثلا هذه نخليها p، هذه مثلا نخليها q. فبعدين بالاسئله ما راح يكتب لك الكلام هذا كامل، راح يقول لك b مباشره، بيقول لك b يساوي الجمله هذه، ولا q يساوي البروبوزيشن الفلانيه هذه. تمام، راح نغوص في الموضوع هذا بشكل يعني ديب قدام شوي، بس لما تشوفون يعني متغيرات و بي كيو ار اس يعني اتخافون الموضوع يعني جدا بسيط، بس هذا يعني ديكلير حق الجملة هذه، وراح نتعلم كيف الجملة راح تكون انجليزي، كيف الجملة راح تكون كمتغيرات يعني. وعندنا تروث فاليو، إذا كانت إذا شفنا الحرف T كابيتال فمعناها أن الكلام هذا صحيح أو ترو، وإذا شفنا فولس فهذه راح تكون يعني فولس. تمام، الحين راح ناخذ تمارين، ما راح أكثر، يعني بحاول أنا كل درس ناخذ يعني معلومات بسيطة. نروح على اكسرسايز عينها. جميل، عندنا بعض التمارين الحلوة. تمام، يقول لك هنا شو يقول لي، هل هذا بروبوزيشن ولا مش بروبوزيشن؟ اذا كانت بروبوزيشن هل هذه ترو ولا فولس؟ تمام، هنا يقول لك اول سؤال، بوسطن از ذا كابيتال اوف، الظاهر هذه ماساتشوستس او شيء زي كذا، ما ادري شلون تنطق. طبعا هذه فاكت. تمام، هذه فاكت، خلينا نكتب هنا، كبر الخط شوي هنا، مش شوي كذا بس، نكتب هذه بروب position. تمام، هذه ترو ولا فولس؟ انا عن نفسي ما ادري. اوكي، يعني غالبا في الاختبارات ترى ما راح يقول لك هالمعلومه ترو ولا فولس، بس يقول لك بوزيشن ولا مش بوزيشن. تمام، بس احنا يعني من باب التسليم نشوف هذه بوستن، هذه ترو ولا فولس؟ بوستن هذه طول عمره السلامة كابيتال اوف ذا موست، يس هذه المعلومة ترو. تمام، فبنكتب هنا ترو. يقول لك ميامي از ذا كابيتال اوف فلوريدا، هذه فاكت، فهذه بروبوزيشن. تمام، واعتقد بعد ترو. تمام، يقول لك هنا 2 بلس 3 ايكوال 5، هذه فاكت معلومه، هذه بروبوزيشن وترو طبعا.
اللي بعده يقول لك هنا 5 plus 7 equal 10. هذه fact. اوكي بغض النظر، اوكي هذه fact يعني proposition. لكن 5 plus 7 مش equal 10، فهذه false. هنا بعد يقول لك تغير او x variable plus 2 equal 11، هذا ما اعطاني اي fact هنا، ما في fact، ف not a proposition. طيب اللي بعده هنا يقول لك answer the question. طبعا يعني لو نلاحظ هنا يقول لك answer the question، هذا امر فعل ما في fact، ما اعطاني معلومة كاملة، تمام؟ فتعتبر not a proposition. خليه هنا نسرق not a proposition. اوكي عدلناها، تمام. نروح على اللي بعده، يقول لك وش the sense proposition. اوكي نفس السؤال، يقول لك do not pass go، هذا يعني امر مش fact، ف not a proposition. what time is it، هذا بعد سؤال استعلام مش fact، ف not a proposition. there are no black flies in me. اوكي هذا fact، قال لك معلومة، فهذه proposition. proposition شلون صار تكتب proposition. اوكي بس انها false طبعا. ننزل تحت شوي او يسار المفروض، خلينا نمسح هذه. يقول لك هنا 4 plus 3 4 plus variable متغير equal 5، هذه not a proposition. ثاني شنو صار؟ المعذرة، هذا السؤال اللي كنا فيه، نسوي زوم بحيث يكون واضح. اوكي هذه مش proposition لان في variable، فنكتب not a proposition. يقول لك هنا the moon is made of green trees، هذا المثال اللي ذكرت في بداية المقطع اللي هو اللي والله القمر مصنوع من الجبن الاخضر او شيء زي كذا. طبعا هذه معلومة، هذه fact، يعني هو اعطاني كذا fact، فهذا يعتبر proposition بس انها طبعا مش صحيحة، فهي فولس. هنا اوكي هذا سؤال لطيف جميل، يقول لك 2 باور اوف ان اكبر من او يساوي 100. اوكي هذه مش فاكت كامل، هنا لو نلاحظ انه اعطاني متغير او فيريبل، ف not a proposition. جميل، طبعا نتمنى ان يعني فهمنا الفرق بين البروبوزيشن والنوت بروبوزيشن. هذا كان الهدف الاساسي من الدرس، ان نقدر حنا نفرق بين البروبوزيشن والنوت بروبوزيشن. بعد المراجعة سريعة والمعلومة الاساسية في الدرس هذا اللي هي ان السنتنس اذا كان يعني عرفت فاكت او حقيقة معينة، هذه مباشرة proposition بغض النظر إذا كانت true أو false. يعطيكم العافية ونشوفكم في الدرس الجاي.